يا هلا أمية هلا أبو طلابي طلاب الصف الرابع دادي، أهلا وسهلا بكم بهاي المحاضرة المهمة جدا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ بها قطع من قطع الكتاب الموجودة عندك باليونت الثالث. صار عندنا قطعتين مطلوبات باليونت الثالث، هاي القطعة كل سهلة وبسيطة. ركز وياي، قال لك هنا هوليداي فان، العنوان الرئيسي مالتها يقول لك عطلة ممتعة. تتكون عندك من ثلاث رياضات، أنا ضايف لك إياهن ومترجم لك إياها، راح ناخذها بشكل سريع ونروح للأسئلة المتعلقة بها. قال لك هنا سنو بورتين، بمعنى يقول لك التزلج على الثلج. Have you ever tried سنو بورتين؟ هل جربت من قبل التزلج على الثلج؟ If you enjoy skateboarding and skiing, سنو بورتين is for you. يقول له هنا أنا إذا كنت تستمتع بركوب الزلاجات والتزلج فإن التزلج على الثلج مناسب لك. It is like skiing but you have one board on your feet instead of two. بمعنى يقول له هنا أنا بمعنى يقول لنا انها تشبه التزلج ولكن يكون لديك لوح واحد بدلا من اثنين. زين. One of the places for snowboarding is in the Alps and a town called Chaumi. يقول لنا افضل الاماكن للتزلج على الثلج في جبال الألب في مدينه تدعى شاومي. It is great for both beginners and advanced snowboarders بمعنى because there are steep slopes. لاحظوا يقول لنا تسمى شاومي لأنها رائعة لكلا المبتدئين والمتزلجين المتقدمين. زين، لأن هناك الكثير من المنحدرات الحادة والتلال and genital hills يقول هنا والتلال المنبسطة. شاومي has a lot of shops and restaurants and places where you can rent snowboarding equipment. بمعنى يقول لك شاومي هي تحتوي شاومي على الكثير من المتاجر والمطاعم والأماكن حيث يمكنك استئجار معدات التزلج على الثلج. زين، هاي بالنسبة الأولى. بالنسبة للثانية قال لك white water rafting بمعنى يقول لك التزييف في المياه البيضاء أو المياه الجارية. White water rafting is a great way to see a country and have fun too. بمعنى يقول لك التزييف في المياه البيضاء أو المياه الجارية هي الطريقة الرائعة لاكتشاف دولة ما والاستمتاع بوقتك أيضا. زين. You get in a raft with a group of people including a trained leader بمعنى يقول لك هنا أنا تستقل طوفا من مجموعة من الناس بما فيهم قائد مدربا and go down a river وتنزل نهرا. زين. Sometimes the river is calm يقول لك بعض الأحيان يكون النهر هادئ but ولكن sometimes it moves fast and the water turns white يقول لك هنا ولكن أحيانا يكون التيار سريعا وتتحول المياه إلى اللون الأبيض. My favorite place for white water rafting is the Colorado River in the United States. بمعنى يقول لك هنا أفضل عندي الأماكن للتجديف في المياه البيضاء في كولورادو في المملكة المتحدة. You can see spectacular scenery and can also stop in the way to go circle and horse ride. بمعنى يقول لك هنا يمكنك رؤية المناظر الطبيعية الخلابة ويمكنك أيضا توقف في الطريق لركوب الدراجات أو الخيل. هاي بالنسبة عندك الرياضة الثانية. زين، عندك الرياضة الثالثة، قال لك هنا كواد بايكين بمعنى يقول لك ركوب الدراجات الرباعية. سعودي عربيا is the places to go for quad bike biking holiday with the friends. قال لك هنا المملكة العربية السعودية هي الوجهة المثالية لقضاء عطلة ركوب الدراجات الرباعية المميزة أو المختلفة. You can bike through quiet deserts and ride over beautiful dunes. بمعنى يقول لك هنا يمكنك قيادة الدراجات خلال الصحاري الهادئة والتنقل فوق الكثبان الرملية الجميلة. You can go on a quiet bike tour even if you have never done it before. بمعنى يقول لك هنا يمكنك الذهاب في جولة بالدراجات الرباعية حتى لو لم تكن قد جربتها من قبل. But you need to go with a guide. يقول لك هنا ولكن يمكن انت تحتاج الى التوجه مع مرشد. زين. Your guide will show you how to ride the quad bike and help you choose safety gear like a helmet. يقول لك هنا سيريك المرشد كيفية قيادة الدراجة الرباعية ويساعدك في اختيار معدات الأمان مثل الخوذة. Most of tours are limited to people age 12 years old
and over. So check with a tour operator before taking your little brother along. بمعنى أقول لك إن أنا معظم الجولات محدودة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم من 12 عاما. لذا تحقق من نظام الرحلة قبل أن تصطحب أخيك الصغير معك. هاي بالنسبة عندك ذن الرياضات الثلاثة. ركز على ذن الأسئلة true false. قال لك snow boarding is most like skiing. بمعنى يقول لك إن أنا التزلج على الثلج يكاد أن يكون مثل التزلج على الماء. تقول له true. بالنسبة number two قال لك you can rent a snowboarding in Xiaomi. تقول له يمكنك استئجار لوح تزلج على الثلج في Xiaomi. تقول له true صح. Number three قال لك white water rafting is something you do in the sea. بمعنى يقول لك هنا التجديف في المياه الجارية بعض الأحيان وين يكون في البحر أو يمارس في البحر. تقول له false خطأ. Number four قال لك you need to go white water rafting with an expert. بمعنى يقول لك يجب أن تذهب للتزلج أو التجديف في المياه الجارية مع خبير. راح تقول له true صح. Number five قال لك you need to be good at quad biking to do the tour in Saudi Arabia. بمعنى يقول لك يجب أن تكون ماهرا في ركوب الدراجات الرباعية للقيام بجولة في المملكة العربية السعودية. راح تقول له false. بالنسبة number six قال لك you can ride quad bike at any age. بمعنى يقول لك يمكنك ركوب الدراجات الرباعية في أي عمر. تقول له false خطأ. طلابنا الأعزاء هاي كل ما متعلق بالقطعة مالتنا. إن شاء الله تكون استفادت من عدها وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة في مال الله.